على فكره بيتابع ومشجع ليفربول من زمان جدا جدا، وانا اشهد له والفيسبوك يشهد له، كل زمايله يشهدوا له على الكلام ده، الدكتور عادل كرامه. دكتور ازاي حضرتك؟ ازيك عمر؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. يعني اكيد طبعا وجود محمد صلاح مع ليفربول، انا عارف ان حضرتك يعني واحد من مشجعي ليفربول القدام جدا، عايز اعرف الفرق ما بين نهائي 2019 ونهائي اللي كان في اسطنبول ما بين ليفربول وميلانو. يعني دي اجواء ودي اجواء، لكن عايز اعرف الاختلاف ما بينهم ايه بالظبط. لا اختلاف كبير طبعا، انت فاهم طبعا نهائي اسطنبول كانت الدنيا دراميه قوي، يعني ده 3-0 وبتلعب ميلان كان اعظم فريق في العالم وقتها وكده، فرق كبير. النهارده الحمد لله يمكن الجون البدري يريح الدنيا شويه، واعتقد يورجن كلوب ادار الماتش حلو قوي، ان هو يعني خلاص مش فارق معاه الاستحواذ، انا كسبان فسايب الكوره لتوتنهام، لكن قدر ان هو كان فوق كل الفرص الخطره كانت ليفربول في النص الاولاني من المباراه. طبعا توتنهام ضغط في الاخر واليسون شال كور كتير قوي، وبعدين قدر يخطف هدف ثاني في اوريجي في اخر المباراه. والمهم طبعا انت عارف الماتشات دي مش مهمه ابدا، بالظبط ولا الكره ولا الكلام، المهم انك خدت البطوله يعني. احساسك كمحمد صلاح هو موجود النهارده في المباراه النهائيه، وده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، شايف ايه الاختلاف؟ وهل مبسوط بقى والحماس مضاعف وفخور انك محمد صلاح تشوف لاعب مصري بيشيل كاس الشامبيونز ليج كاول لاعب في التاريخ يشيل الكاس الغاليه جدا؟ طبعا طبعا، يعني اكيد. بص من ساعه ما صلاح انضم ليفربول انت عارف طبعا انت متابع معايا، يعني طبعا كنت فرحان جدا، لان عارف انا بشجع ليفربول يمكن بقالي يمكن داخل في 36 سنه، يعني من سنه 83 طبعا بشجع ليفربول طبعا، فكان نفسي انك اشوف لعيب مصري. فلما يبقى عندك لعيب مصري وكمان مش بس لعيب، يعني يبقى عندك عم لعيب في الفرقه وبيجيب هدف الفوز بدوري الابطال، وبيبقى ثاني لعيب عربي بس يسجل في نهائي دوري الابطال، وثاني لعيب عربي يكسب دوري ابطال، دي حاجه عظيمه جدا 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 يعني. فطبعا دي لوحدها يعني فرحه ثانيه، يعني غير الفرحه ان انا بشجع ليفربول اصلا، دي لوحدها فرحه ثانيه يعني. كنت متشائم مع يورجن كلوب اللي دايما بيخسر نهائيات وكان عندك مشكله، ولا كنت متفائل وشهر رمضان بقى ان ربنا يعني ما يكسفناش للشهر الثاني على التوالي بعد شهر اللي فات ومباراه ليفربول وريال مدريد، كنت يعني متفائل ولا كان عندك بعض التشاؤم اللي موجود حوالين يورجن كلوب؟ لا بالعكس كنت متفائل جدا، وبالعكس كنت شايف ان يورجن كلوب يستحق، والموسم ده بالذات اللي هو عمله كان لازم يستحق عليه بطوله، وربنا كتبها له بطوله مهمه جدا، ربنا تجربه الشامبيونز ليج. اعتقد يورجن كلوب في 3 سنين ونص مع ليفربول عمل حاجات عظيمه جدا، وكان يعني فعلا دي عداله ربنا سبحانه وتعالى انه يتوج له اللي عمله ده بطوله زي دي، وهو يستحق ده. واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني دي مش اخر حاجه، دي لسه في بطولات ثانيه جايه، لان مشروع كلوب ماشي بشكل كويس قوي. طبيعه المباراه فين يا دكتور؟ في البيت والله، ما رديتش اروح مع الرابطه. طب انا لا انا بالعكس غير السنه دي. لا بالعكس، النهارده هم كانوا ايه، كان اخر انبساط وحاجه رائعه جدا. عايز حضرتك كلموني والله كذا مره، قلت لهم لا بقول لكم يعني بص الماتش يخلص واجيبكم. طب عايز حضرتك سؤال، شايف حضرتك رابطه ليفربول والاجواء اللي عندنا في مصر، وكمان يعني طبعا كمان وجود محمد صلاح ده زاد من شعبيه رابطه ليفربول في مصر، هل شايف ان موضوع الرابطات ده ماشي بشكل ايجابي وبدا ان هو يعمل توعيه ثقافيه ما بين المصريين وبعضهم في التشجيع الاوروبي؟ اكيد طبعا، يعني عايز اقول لك احنا رابطه ليفربول عملناها من سنه 2011، يعني بقى لنا دلوقتي 8 سنين، يعني قبل محمد صلاح اهو. لا بكتير كمان، قبل صلاح بخمس سنين يعني. واول تجمع عملناه كان يمكن كنا 7 أو 6 أو 7، يعني العدد كده. احنا اخر تجمع السنه دي في قبل النهائي كنا معديين ال 3000 يعني، والنهارده اعتقد العدد داخل برضه داخل حوالي 4 5000 يعني. فاحنا لا الحمد لله، يعني اعتقد زي ما انت قلت فعلا دي حاجه هايله، واعتقد كل الانديه الاوروبيه بقى عندها روابط دلوقتي، لدرجه حتى توتنهام يعني كان عندهم رابطه النهارده موجوده، فاعتقد دي حاجه كويسه جدا. وزي ما انت شايف يعني الناس بقى عندها وعي، الناس بقت عارفه كويس قوي الماتشات بتتلعب ازاي يعني، الحمد لله. ده احنا بصوا وحضرتك بتتكلم دلوقتي، احنا عارضين بعض اللقطات اللي جايه لنا من زميلنا، واكيد زميل حضرتك سليمان العروسي بعت لنا شويه احتفالات وشويه اجواء موجوده في مكان التجمع. دلوقتي عين رش طالع بالكاس عشان الفرقه تطلع تستلم الكاس. يعني اكيد طبعا يا دكتور شعور، يعني اكيد حضرتك مبسوط جدا، وكان نفسك اكيد تتوج بلقب الدوري اللي انت شايف اكيد ان ليفربول فرط فيه. ما فرطش فيه، لا بص يعني فكره لما تاخد 97 نقطه ده ما تبقاش فرطت فيه، يعني هو طبعا اكيد في ظروف وكل حاجه، انما الفرقه في موسم كامل تخسر مباراه واحده اكيد، وفي الدوري الانجليزي وتجيب 97 نقطه، لا يعني احنا كان الفكره بس انت فعلا بتنافس بفريق محترم، كان صح فريق محترم ويستحق برضه، يعني كان اي حد منهم يكسب كان هيبقى يستحق، وكان الثاني هيبقى فعلا خسر يعني. اعتقد لا. هل البطوله دي يا دكتور يعني بما ان هي يعني حاجه اكيد ايجابيه لمحمد صلاح وحاجه اكيد كلنا فرحانين بيها، هل ممكن محمد صلاح يبدا يفكر يخرج من ليفربول ويبص على العروض المقدمه، او بالتحديد زي ما بيقال ريال مدريد ممكن يكون اول المتقدمين للتعاقد مع محمد صلاح، وصلاح ممكن يفكر جديا في الخروج من ليفربول؟
ما اعتقدش، لان يورجن كلوب كان قال تصريح مهم قوي لما الدوري خلص، قال انا مش هسيب ولا لعيب من اللي عندي، انا اللعيبه اللي عندي دي انا مش عايز لعيبه كتير، انا محتاج ممكن نوع لعيب او اثنين، ومش هسيب ولا واحد من اللي عندي لان هم دول اللي هيكملوا المشروع بتاعنا. فاعتقد ان صلاح لو فكر شويه، لا انا شايف ان وجوده في ليفربول هيبقى افضل له. السوبر الاوروبي تشيلسي وليفربول، تتوقع مين اللي يفوز؟ انا بص بكلمك في حاجات سابقه وقتها، بس معلش هنتهز انك موجود معايا. ماتش صعب طبعا، وتشيلسي هيبقى الله اعلم هيبقى مين المدير الفني بتاعه بعد ما ساري، اعتقد انه قريب جدا من الرحيل بالظبط. لكن خلينا نقول برضو لسه احنا بنتكلم قدامنا شهرين، لسه صلاح ان شاء الله هيبقى يرجع ويلعب عند كاس الامم هو وساديو ماني ونبي كيتا ان شاء الله لو خف. لعيبه مثلا فيرمينو عنده كوبا امريكا، تشيلسي نفس الحكايه لعيبته اللي عندهم كوبا امريكا، فلسه شويه. لكن برضو ماتش صعب، واكيد برضو كونه بين برضو فرقتين بينهم تاريخ زي ليفربول وتشيلسي هيبقى ماتش حلو قوي. تشيلسي مش شايف ان هو قرار غريب شويه ان هم يفرطوا في هازارد بالرغم ان هم عندهم يعني كارثه وهم متعاقبين في فترتين في الفتره الصيفيه فتره الشتويه؟ هل شايف ده قرار غريب ان هم مش هيعرفوا يعوضوا غياب هازارد، ولا شايف الموضوع تشيلسي بيبصوا على على العائد المادي والجوانب الماديه اكبر من العائد اللي موجود في الدوري او في السوبر او في اي بطوله بيخشوا فيها؟ هي مش فكره جانب مادي بقدر ما هو خلاص هازارد يمكن خلاص يعني بقاله سنتين عايز يخرج، ويمكن فقد تركيزه تماما مع الفرقه، ولكن بعد يمكن ما خد الوعد بان هو خلاص هيمشي مع نهايه الموسم رجع تاني لاعلى مستوياته، قدر يقود الفريق انه يلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه، قدر فريق تشيلسي يفوز بالدوري الاوروبي، لكن اعتقد هو خلاص يعني هازارد كان حكايته انتهت مع تشيلسي. ويمكن هم لحقوا فكره صفقه بوليسيتش لاعب دورتموند قبل لما جابوه قبل القرار الوقف القيد ده، بوليسيتش لعيب كويس قوي طبعا، مش هازارد طبعا طبعا، مش هو هازارد يعني، لكن هيفيد تشيلسي في الوقت الجاي. وهتشوف بس الاول مين المدرب اللي هيجي، لان برضه رحيل ساري اعتقد ده يمكن موضوع صعب شويه. المباراة أكيد يعني ما يعني أكيد ما يعني مباراة ليفربول وتوتنهام ممكن يكون بعض الجمهور مش يعني ما استمتعش بيها على الجانب الفني، لكن حضرتك شايف المهم إن ليفربول فاز بالثلاث يعني فاز بالبطولة، ما يهمش الأداء. تريكي قال كلمة حلوة قوي في الاستوديو بين الشوطين، قال النهايات تكسب ولا تلعب. يعني دي الخلاصة يعني. وأنا أتفق معاك تماما، أهم حاجة يعني حتى في الدوري أي بطولة أنا أهم حاجة أكسب، الأداء يجي بعدين أو الأداء ممكن يجي ما يجيش، لكن أهم حاجة هو المكسب. ألف مبروك يا دكتور عادل، وان شاء الله بقى نبارك لحضرتك الموسم اللي جاي على الدوري وعلى السوبر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يخليك يا دكتور عادل، شكرا جزيلا. كمان على التليفون دكتور عادل كريم المحلل الفني في الجول دوت كوم.